طبعا شفنا المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا والكلام، لا انا شايف يعني كلام ما يصحش. هو المدرب بيقوله او هو مش حاسس بقيمه المنتخب مصر، او ما فيش حد مفهمه انك انت واخد البطوله 7 مرات وان انت كنت سيد افريقيا وانك انت منتخب كبير. ففيتوريا طالع يتكلم كلام هلفطه ويقول لك ان احنا اظهرنا الوجه الحقيقي لمنتخب مصر. اي وجه حقيقي؟ ده الهدفين بخطأين دفاعيين ساذجين جدا. ومنتخب على فكره منتخب يعني منتخب غانا مش حاليا مش من المنتخبات القويه، يعني مش من المنتخبات الثقيله. مش ده منتخب غانا، مش ده منتخب غانا اللي كان بيخسر مصر. انا اسف، يمكن احنا عملنا جيم عالي عليه ايام حسن شحاته وهدف جده، لكن عايزين نتكلم ان فيتوريا فعلا تشكيله غلط، بيلعب بيجامل ومشكله كبيره جدا. يعني عايزين نشوف اول الاخطاء الدفاعيه والهدف التصويب محمد الشناوي وطبعا الهدف الثاني. لكن انت بتتكلم، انت بتقول على اي اساس انك انت اظهرت المستوى الحقيقي وانت بتعادل مع غانا؟ انت تعادلت مع منتخب غانا، انت ما كسبتش غانا، انت ما كسبتش موزمبيق، انت من مباراتين واخد نقطه واحده وطالع تقول انك انت اظهرت الوجه الحقيقي. انت راجل غبي، انا اسف باللفظ. وعلى فكره يمكن الايجابيه الوحيده اللي شفتها هو بعد طلوع محمد صلاح. بعد طلوع محمد صلاح تحس ان اللعيبه اتحررت، اللعيبه كانت محتله، اللعيبه كان مضغوط عليها، اللعيبه كانت ممسوك رجليها، اللعيبه كانت حاسه بالرطوبه. وعايز اتفق معاك على حاجه بقى عشان نبقى متفقين. اللي عجبنا في منتخب المغرب انه وزع مجهوده، بس طبعا ولعب على قد المباراه. يمكن بيلعب منتخب متواضع تنزانيا، لكن اللي عجبني انه عارف بيعمل ايه. الشوط الثاني بقى اللعيبه التيشيرتات والرطوبه، رطوبه عاليه جدا. شكل الجو، انا معاك ان الجو زباله، بس اللي على المنتخبات كلها حتى المنتخبات العربيه بتلعب. بس الشوط الثاني انا عايز اقول على حاجه يا جماعه، انت ما بتلعبش اي جمله، انت ما عملتش اي كور. انت، انا اسف اللفظ، انت عندك ياسر ابراهيم، وهفضل اقول ياسر ابراهيم احسن مدافع في مصر في الفتره الاخيره حتى عن عبد المنعم. تقعد وتلعب احمد اسمه ده الطويل اسمه احمد حجازي، لا، في غلطات كبيره جدا وحاجات ما ينفعش تحصل مع منتخب كبير زي منتخب مصر. وحاجه تكسب انك انت من مباراتين انت رايح وانت من المرشحين، ازاي انت من المرشحين رايح تفوز ببطوله والى الان لم تفوز بمباراه؟ وحظك بقى السيء لو كاب فيردي محتاجه المباراه هتكسبك، لكن احمد الله النهارده طبعا كاب فيردي هيلاعب موزمبيق ان شاء الله، اتمنى طبعا هيفوز، هتبقى 6 نقاط وانت نقطتين، فاضل لك الماتش الاخير يا معلم هيبقى قدامهم. ممكن بقى يلعبوك بالصف الثاني، يلعبوك بشويه عيال عندهم، ما تفرقش معاهم المباراه، خلاص انا كده كده الاول. لان انت مهما كسبت حتى المباراه الاخيره هتبقى 5 نقاط، كاب فيردي بعد ما تكسب موزمبيق النهارده هتبقى 6 نقاط، فهتلعب على المركز الثاني. ويا مسهل بقى انت هتلاعب مين؟ هتلاعب بقى واحد فرقه من الاوائل، حظك هيوقعك بقى مع الاوائل. ووريني انت منتخب مصر ما بيلعبش اي كوره، انا ما شفتش كوره مع منتخب مصر. اسوأ اداء في المبارتين انت بتلعب قدام موزمبيق اللي غسلتك وكسبت وتعادلت بهدف في الوقت القاتل بضرب الجزاء من عند ربنا. الاخطاء امبارح المدافع بيرجع مرموش استغلها حطها، نفس القصه خطا وتريزيجيه دخل من 18 مع مدافع بيرجع لورا خدها منه وكمل ولعبها لمصطفى محمد. لكن ككوره اقسم بالله ما شفت كوره من منتخب مصر. واللي شاف منتخب مصر بيلعب كوره يجي يقول لي، ولا شايف مصر بيلعب؟ ما فيش. النني بيعمل ايه في نص الملعب؟ مع احترامي الشديد، امام عاشور امبارح اللي احنا بنقول عليه امام عاشور، فين امام عاشور؟ ما فيش شوطه شاطر. فين لعيبه منتخب مصر يا جماعه؟ فين اللعيبه اللي مقطعين الدنيا في اهلي وزمالك ولا والاهلي والصفقات؟ ما فيش. لا، احنا الكوره في مصر صفر، وكل يوم بتثبت ان احنا ما عندناش كوره. ويمكن تصريحات الراجل المحترم وليد الركراكي قال لك ان احنا ما يقصدش التصريحات ديت ومش عايزين نكبر الموضوع ده عشان هو فاهم، مع ان عارف ان انا قناحي. بالعكس، قناحي عنده حق في اللي بيقوله. انت بتكسب ازاي؟ انت بتعرف تاخد اللي انت عايزه المباراه ازاي؟ يعني احنا البطوله اللي وصلنا فيها المره اللي فاتت او بطوله، انت بسبب ابو جبل انت بتموت نفسك تموت، حتى تفضل تتدرب فيك ويفضل الفرقه ضغطاك ويفضل الفرقه الكبيره تحطك وتضيع وتحطك في ال 18 وفي الاخر توصل لضربات الجزاء وعمك ابو جبل. ده كانت بطوله ابو جبل، لكن انت ما عملتش كوره، انت ما بتفرضش اسلوبك على اي حد. مش انت ده، مش ده منتخب مصر يا جماعه. فيتوريا مجاملات، والنني بيعمل ايه يا جماعه؟ ما فيش لعيب امبارح اقدر اقول عليه حلو، ما فيش. احنا ما شفناش كوره. الحاجه الوحيده ان اللعيبه اتحررت بعد خروج صلاح، وصلاح لا يزال في البطوله دي من اللعيبه او اكتر لعيب عالي على المنتخب. انا اسف، صلاح لعيب كبير ومؤثر، بس البطوله دي لا، انا اسف، حتى البطوله اللي فاتت. فمحمد صلاح نتمنى له الشفاء طبعا، نتمنى له ان يكون بسلامه. لكن انا اسف، محمد صلاح مش متواجد مع منتخب مصر، مش بيلعب مع منتخب مصر،
مش هو ده محمد صلاح اللي الناس بتقول عليه النجم الكبير والاحد؟ يمكن يا جماعه النجم رقم واحد في العالم حاليا، لعيب بالارقام محمد صلاح، لكن مش ده منتخب مصر. وفيتوريا طلع يقول لك اللعيبه اظهرت الوجه الحقيقي لمنتخب مصر. اي وجه حقيقي يا فيتوريا؟ ده احنا مكسور بينا الارض. بالعكس، ده اللي كانت بتروح علينا بتدخل ومحمد الشناوي مش عارف ماله، محمد الشناوي مش هو ده الشناوي، كور سهله واخطاء ساذجه ما بين الدفاع ومحمد الشناوي، دخل فيك اربع اهداف في مباراتين، كان تحصلت المجموعه ما ينفعش. ده موزمبيق متهيألي ما دخلش فيها الاهداف دي يا جماعه، يعني موزمبيق هتلاعب كاب فيردي مع احترامي الشديد، انت داخل فيك اربع اهداف في مباراتين، كارثه ان منتخب مصر يدخل فيه اربع، ده انت بقيت الحصاله. حلو من الناحيه الهجوميه انت جايب اربعه وداخل فيك اربعه، يعني ما شاء الله، ماشي تمام التمام. 2-2 وده 2-2، 2-2 قدام موزمبيق و2-2 قدام غانا، يعني ليك اربعه وعليك اربعه، يعني مالكش بلس اي حاجه. المهم منتخب مصر هيلعب طبعا مباراه كاب فيردي، يعني لو موزمبيق عملت مفاجاه النهارده، لو موزمبيق ضربت اي نتيجه تعادل او خساره لكاب فيردي، تاكد انك انت بره البطوله. ليه بقى؟ كاب فيردي هتيجي تغسلك، وانا عارف بقول ايه، هتغسل منتخب مصر. البطوله دي ما عادش فيها منتخبات ضعيفه ومنتخبات قويه، المنتخبات كلها قويه، المنتخبات كلها جايه تاخد البطوله وجايه تلعب على البطوله. المهم منتخب مصر بيتعادل مع المنتخب غانا المتواضع، وانا بقول منتخب غانا مش هو ده منتخب غانا يا جماعه، الكوره في غانا في النازل، يعني مش دي التاريخ اللي احنا نقول عليه المنتخب القوي، لا منتخب غانا مش هو. منتخب غانا كله اخطاء، منتخب غانا انت لو انت بتلعب كوره صح وعندك جمل وعندك لعيبه نص ملعب كنت عملت جيم احسن من كده. انت لا شوت لا لعبت عرضيات في الكرات العاليه دي، عندك مصطفى محمد اللي عامل بطوله حلوه، انا عاجبني هو الوحيد يمكن اللي عامل بطوله حلوه، لكن انت شفت تريزيجيه مكسر الدنيا. انت المفروض تبدا بتريزيجيه، تريزيجيه لعيب، وتريزيجيه لعيب جماعي، وتريزيجيه لعيب يعني نقدر نقول عليه لعيب جامد جدا، لكن مرموش بيلعب لنفسه. جول حلو اللي جابه استغله وقرا اللعيبه هيرجعها ورقص وحطها، لكن لعيب اناني، مرموش لعيب اناني، يعني انا اسف، مرموش بيلعب لنفسه ما بيلعبش لمنتخب مصر. ومع احترامي الشديد انا عندي تريزيجيه احسن 100 مره من مرموش. لو بصينا لمرموش يا جماعه انا اسف، يعني في اكتر من كوره المفروض يبصيها وكان ممكن تبقى يعني هجمه خطر لمنتخب مصر، ما بيبصيش بيلعب لنفسه. وفيتوريا اي انت عشان محترف هجيبك بس، يعني بيعتمد على المحترفين، مع ان انا عندي لعيبه في مصر احسن منهم. يعني اوعى تقول لي احمد حجازي وياسر ابراهيم، لا ياسر ابراهيم عم احمد حجازي، يعني انت لعبت لي بعمر كمان عبد واحد الموظف، يعني مع احترامي الشديد ما فيش ولا اوفر ولا اي شوطه ولا اي حاجه حصلت. نص ملعبك النني انا طول عمري ما بعترفش بيه، يعني لو بصيت النني تخيلوا يا جماعه النني لعيب بيلعب في الارسنال من سنه واحد قبل الميلاد وما بيعرفش يوقف ولا بيشوط ولا بيزيد ولا بيرقص ولا بيسلح وسط عندك، النني بشعره ويرجع، النني بشعره للي في وشه، النني بشعره يا عم لا ده انت لعيب في الارسنال، ده انت الناس بتخاف منك وعامل لك حساب مش كوره. وما فيش حد بيلعب كوره مع احترامي الشديد في مصر خالص، اسوأ جيل بيلعب كوره. الجيل ده مش هيلعب كوره الا بعد محمد صلاح ما يقعد او ما خلاص بقى يعتزل دولي، لكن كوره ما فيش. لا ما معشوش شفناها، حتى حمدي فتحي لعيبه منتخب مصر كلها بالاجماع مش موجوده. محمد حمدي فين البطوله؟ لا دفاع ولا هجوم، ما فيش قلبي دفاع. حتى محمد عبد المنعم كل اللي بتروح عليه بتعدي. فعلا البطوله دي كشفت المستوى الحقيقي، وهو ده اللي خلى الناحي يقول لك الفرقه دي وتبدا تقع بقى وتوصل والكلام ده كله. لا منتخب مصر ضعيف، ضعيف بسبب فيتوريا ومجاملات فيتوريا. فيتوريا غرق منتخب مصر وهو يتحمل اللي بيحصل لمنتخب مصر من اداء سيء ونتائج. ربنا يستر موزمبيق النهارده ما تضربش كرسي في الكلوب وتتعادل او تكسب لك كاب فيردي، وكاب فيردي بقى تيجي ومحتاجه النقاط. لو جت ومحتاجه النقاط قول يا رحمن يا رحيم منتخب مصر بره البطوله. اذا عجبك الفيديو لايك شير وكومنت.